ثلاث أبراج ستتغير حياتها بشكل مفاجئ في نهاية يوليو 2020 إيجابياً. أهلاً بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي النجوم. أحبتي يسعدنا حضوركم دائماً في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. من الممكن أن يحدث انقلاب إيجابي سريع ومفاجئ في حياة مواليد عدد من الأبراج بعد الأزمات التي عاشها الجميع في النصف الأول من العام 2020، ويعود هذا الانقلاب إلى أسباب مختلفة ترتبط أحيانا بطبيعة أولئك المواليد وصفات شخصياتهم، كما ببعض الأحداث السارة التي يمكن أن تحدث في محيطهم نتيجة توفر الظروف المناسبة لها، وتشمل التغيرات المهمة وغير المسبوقة تحديدا لثلاث أبراج. فمن هؤلاء الأبراج؟ لم تكن الأشهر الأخيرة من عام 2020 سعيدة بالنسبة إلى مواليد معظم الأبراج، ويرتبط السبب بالظروف الصحية والاقتصادية، فضلا عن العزلة الاجتماعية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد. لكن يبدو أن مواليد ثلاث أبراج قد يكسرون هذه القاعدة ويشهدون انقلابا إيجابيا جدا ومصيريا في حياتهم لأسباب مختلفة. على رأسهم برج الأسد. اعتاد مولود الأسد أن يلعب دور القائد في الكثير من نواحي حياته ومن المواقف التي تواجهه، وهذه الصفة يمكن أن تؤدي دورا إيجابيا في المرحلة المقبلة من حياته، وتحديدا مع نهاية شهر يوليو تموز 2020، فهذا قد يدفعه إلى تقديم المبادرات وإلى تحقيق الإنجازات بعد حالة من الركود وعدم التقدم. كذلك يتميز مولود الأسد بالقدرة على التخلي عن المصالح الذاتية، وبذلك التضحيات التي من شأنها أن تعزز العلاقات التي تجمعه والأشخاص المحيطين به، وهذا ما يمكن أن يعزز الحيوية في حياته وأن ينشط طاقته وأن يجعله ينطلق على مستوى أخذ القرارات المهمة. ومن الممكن أن تحيط به مع نهاية شهر يوليو تموز 2020 الكثير من الأجواء الإيجابية التي لم يعرفها من قبل. ثانيا برج الحوت. من المعروف أن مولود برج الحوت شخص فعال، وهذا يعني أنه يتفاعل مع الأحداث والمواقف بطريقة عاطفية، وقد لا يمكنه هذا من إيجاد الحلول للمشاكل الصعبة، لكنه يجعله الشخص الأكثر إثارة للانتباه في محيطه، وهو يحظى في هذا السياق بمحبة وإعجاب الكثيرين، ولهذا من الممكن أن يحصل على أي مساعدة في أي ظرف ومجال متى أراد ذلك. كما من الممكن أن تساعده الدائرة الاجتماعية التي يعيش فيها على التخلص من أسباب التوتر والضغط النفسي ومن تأثيرها على قراراته، وقد تفرض عليه المرحلة المقبلة القيام ببعض الخطوات المصيرية التي يمكن أن تحدد مسار حياته بشكل جذري وأن تمكنه من إعادة تنفيذ المشاريع المؤجلة بنجاح. كذلك قد يمنحه الشهر المقبل آب أغسطس 2020 فرصة جديدة للتنفس وفسحة متجددة للأمل، ومن المحتمل أن يعيش الكثير من الأحداث التي تعيد إليه الشعور بمذاق الحياة وطعمها. ثالثا برج الحمل. لا يعرف مولود برج الحمل الاستسلام، وهو لا يعترف بالهزيمة أيا تكن الظروف التي واجهها ومحاولات الإلحاق بالأذى التي تستهدفه، فهو يتمتع بالإرادة الصلبة القوية وبالقدرة على مواجهة الصعاب أيا كانت طبيعة هذه الصعاب وأيا كانت أسبابها. برج الحمل يتمتع بالطاقة الإيجابية وكذلك القدرة على محاربة القلق والتوتر. برج الحمل لديه قدرة على بناء المخططات الهادفة والتي تساهم في تحقيق الأهداف المميزة. يعتبر مولود برج الحمل من مواليد الأبراج الأكثر تصميما وإصرارا على خوض المغامرات والتجارب الجديدة وإن كانت غير محسوبة النتائج. برج الحمل لا يتردد في أخذ القرارات المصيرية بطريقة عقلانية وبعيدة عن العواطف والانفعالات،
وهذا ما يمكن أن يشكل أحد الأسباب البارزة لنجاحه وتميزه وبروزه ولفت للأنظار أكثر من مواليد الأبراج الأخرى في المرحلة المقبلة، وتحديدا مع نهاية شهر يوليو تموز 2020 وبداية شهر أغسطس آب 2020.